لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة التي بينتها لهم، التي بينتها لهم يا محمد ونبهتهم عليها، فلم يؤمنوا بها ولم يقروا أن فاعل ذلك هو الله الذي لا إله غيره، فقل لهم: أنذرتكم أيها الناس صاعقة تهلككم مثل صاعقة عاد وثمود. وقد بينا فيما مضى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته. وقيل في هذا الموضع هي عنا بها وقيعة من الله وعذاب. وقيعة يعني ما وقع بهم من عذاب الله. عن قتادة في قوله صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال: يقول أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود. قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود. وقوله إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يقول: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود التي أهلكتهم. إذ جاءت عادا وثمود الرسل من بين أيديهم، فقوله إذ من صلة صاعقة، حين جاءتهم رسلهم صاعقة، حين يعني الصاعقة المتعلقة صاعقة عاد وثمود، حين جاءتهم رسلهم. وعنى بقوله من بين أيديهم الرسل التي أتت آباء الذين هلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين. وعنى بقوله ومن خلفهم من خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسلا إليهم. من بين أيديهم يعني قبلهم، ومن خلفهم، كيف يكون من خلفهم؟ جاءتهم رسل من خلفهم، يقول الذين جاءتهم هم، ويجعل الضمير في من خلفهم من خلف الرسل الذين جاءوا من بين أيدي الأولين. وذلك أن الله بعث إلى عاد هودا فكذبوه من بعد رسل قد كانت تقدمته إلى آبائهم أيضا فكذبوهم فأهلكوا. ذكرنا تفسير ابن كثير أنه بمعنى من بين أيديهم أمامهم ومن خلفهم من خلفهم، في المكان أن القرى التي حولهم أهلكت. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
فكانت هناك أمم أخرى وقرى أخرى أرسل الله إليهم رسلا آخرين أمامهم وخلفهم، يعني حولهم. هذا يجعل الضمير في من بين أيديهم ومن خلفهم يعود على نفس الضمير السابق في جاءتهم، وهذا هو الظاهر والمقصود. جاءتهم، جاءت عاد وثمود من بين أيديهم، من بين أيديهم، من بين أيدي عاد وثمود، ومن خلفهم، من خلف عاد وثمود، فيكون من بين أيديهم ومن خلفهم مكان. وأما إذا جعلت زمانا فلا بد من أن يكون في الضمير في خلفهم يعود إلى الرسل الذين جاءوا من قبل هود وصالح. عن ابن عباس قوله فإن أعرضوا إلى قوله ومن خلفهم، قال الرسل التي كانت قبل هود والرسل الذين كانوا بعده، بعث الله قبله رسلا وبعث من بعده رسلا. هنا لم يفسرها على ما ذكر إلا أن يكون من بعده، من بعد أنه أرسل رسلا في زمن هود من بعد إرساله، ليصح أنه إذ جاءتهم الرسل، لأنه إذا كانوا قد هلكوا فلا يصح أن يقال جاءتهم الرسل من بعدهم، إلا أن يقال أن القوم يعني قد أرسل إليهم وأرسل إلى غيرهم من بعد هود قبل هلاكهم، قبل أن تهلك عاد، لكي يصح أنه جاءتهم الرسل. ألا تعبدوا إلا الله، يقول تعالى ذكره جاءتهم الرسل بألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يقول جل ثناؤه فقالوا لرسلهم إذ دعوهم إلى الإقرار بتوحيد الله لو شاء ربنا أن نوحده ولا نعبد من دونه شيئا غيره لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا بما تدعوننا أنتم إليه ولم يرسلكم أنتم بشر مثلنا ولكنه رضي عبادتنا ما نعبد فلذلك لم يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة. تحكم عجيب، يعني يرون أن الله يرضى بفعلهم لأنه لو شاء لأرسل ملائكة. من الذي قال لهم ذلك؟ من أين علمتم رضا الله بما تعبدون؟ لأنه لم يرسل إليكم في خاصتكم ملائكة، ولو كانوا ملائكة في أي صورة سوف يأتونكم، لابد أن يأتوا في صورة الرجال لتفهموا عنهم. هذا دليل على أنهم يقرون بالملائكة وأنهم إذن يعرفون الله عز وجل، ولكن يجعلون معه أندادا. وقوله فإن بما أرسلتم به كافرون، يقول قالوا لرسلهم فإنا بالذي أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون غير مصدقين. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، يقول تعالى ذكره فأما عاد قوم هود فاستكبروا على ربهم وتجبروا في الأرض تكبرا وعطوا بغير ما أذن الله لهم وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق وشدة البطش هو أشد منهم قوة فيحذروا عقابه ويتقوا سطوته لكفرهم به
وتكذيبهم رسله وكانوا بآياتنا يجحدون. يقول وكانوا بأدلتنا وحججنا عليهم يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يقول تعالى ذكره فأرسلنا على عاد ريحا صرصرا. واختلف أهل التأويل في معنى الصرصر، فقال بعضهم عنا بذلك أنها ريح شديدة. المجاهد قوله ريحا صرصرا قال شديدة. عن مجاهد ريحا صرصرا شديدة السموم عليهم. هي مكتوبة هنا السموم. السموم. وإن كان معروف أن ريح السموم شديدة الحر التي تدخل إلى المسام، ويمكن أنها تدخل المسام ببردها. وقال آخرون بل عنا بها أنها باردة. عن قتادة قال الصرصر الباردة. عن السدي قال ريحا صرصرا قال باردة ذات صوت. عن الضحاك قال ريحا صرصرا قال ريحا فيها برد شديد. قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد، وذلك أن قوله صرصرا إنما هو صوت الريح إذا هبت بشدة فسمع لها كقول القائل صرر، ثم جعل ذلك من أجل التضعيف الذي في الراء، فقال ثم أبدلت إحدى الراءات صادا لكثرة الراءات كما قيل في رددّه ردرده، وفي نهنهه نهنهه كما قال ربما فاليوم قد نهنهني تنهنهي وأول حلم ليس بالمسفه، وكففه كفكفه. وقد قيل إن النهر الذي يسمى صرصرا إنما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه، وإنه فعل من صرر نظير الريح الصرصر. قول السدي جمع بين القولين، باردة ذات صوت من شدة الهبوب، فهذا ويمكن أن يحمل قول مجاهد ريحا صرصرا أيضا شديدة السموم عليهم من شدتها تدخل أو البرد، يعني شديدة البرد حتى إلى عظامهم وأجزاء جسمهم حتى ماتوا. يعني الجمع بين القولين أنها ريح شديدة من شدتها تكون ذات صوت وأنها باردة في أيام النحسات. اختلف أهل التأويل في تأويل النحسات، فقال بعضهم وعنى بها المتتابعات. عن ابن عباس في قوله في أيام النحسات قال أيام متتابعات أنزل الله فيهن العذاب. وقال آخرون عنى بذلك المشائين. عن مجاهد في أيام النحسات قال مشائين، الشؤم الشر أتت بالشر عليهم، بالشؤم النحسي. عن قتادة قال النحسات المشؤومات النكدات. عن السدي قال في أيام النحسات قال أيام مشؤومات عليهم. قال أخرون معنى ذلك أيام ذات شر. قال ابن زيد أيام النحسات قال النحس الشر، أرسل الله عليهم ريح شر ليس فيها من الخير شيء. قال آخرون النحسات الشداد. الضحاك قال في أيام النحسات قال شداد. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بها أيام مشائيم، عني بها أيام المشائيم ذات نحوس، لأن ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. وقد اختلف القراء في قراءة ذلك،
فقرأته عامة قراء الأمصار غير نافع. وأبي عمرو في أيام نحسات وقرأه نافع وأبو عمرو نحسات أيام نحسات. وكان أبو عمرو فيما ذكر أنا عنه يحتج لتسكينه بقوله يوم نحس مستمر أن الحاء فيه ساكنة. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحد منهما قراء علماء مع اتفاق معنييهما، وذلك أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان، يقال هذا يوم نحس ويوم نحس. وذكر الفراء أبيات شعر بالكسر وبالسكون: فمن كان في لغته يوم النحس قال في أيام النحسات، ومن كان في لغته يوم نحس أو يوم النحس قال في أيام النحسات. وقال بعضهم النحس هو الشؤم نفسه، وإن إضافة اليوم إلى النحس إنما هو إضافة إلى الشؤم، وإن النحس نعت لليوم بأنه مشؤوم، ولذلك قيل في أيام نحسات لأنها أيام مشائم، يعني في يوم نحس مستمر ما تبقاش حجة على أي الأحوال. هي اختلاف في اللغة. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يقول جل ثناؤه: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى، والعذابون إياه في الآخرة أخزى لهم وأشد إهالة وإذلالا وهم لا ينصرون. يقول وهم يعني عادا لا ينصرهم من الله يوم القيامة إذا عذبهم ناصر فينقذهم منه أو ينتصر لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.